اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم معايا ايه. ايه ده؟ الله، مش هتصدقوا، معانا بوكس كبير جدا مليان ليجو كتير جدا جدا جدا. اللعبه دي صالحه للاطفال من سن 4 99، وكود اللعبه 10692. هنعمل بيه اشكال فظيعه. بصوا، ممكن نعمل بيهم حيوانات وشكل حصانه، ونعمل بيهم شجر، ونعمل بيهم ايدياز كرييتيف قوي، عربيات، وممكن نعمل بيهم حاجات كتيره جدا جدا جدا، عشان عدد المكعبات اللي جوه كتير قوي، فيهم كيرفات وفيهم اشكال تقدر ان احنا تخلينا يكون مرن اكتر. بص، ممكن نعمل بيه حتى محلات زي ما انتوا شايفين، شوب كده بتاع خضروات، وممكن ان احنا ايه نعمل بيه حاجات اكيد هتعجبكم قوي. في الوان بقى كتيره جدا وقطع كتير قوي جوه الصندوق الصغير ده، لكل الناس اللي بيحبوا الليجو يقعدوا يعملوا بقى فيه ايه ايدياز كتير جدا. اسمه ليجو كلاسيك، كمان تصالح للاطفال وللكبار لحد سن 99 سنه. اوكي، تعالوا بقى نفتحها ونتفرج على اللعبة الفظيعة دي، نشوف نقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. ايه ده؟ بصوا، ممكن احنا نفتحها بقى. وبصوا، هي اصلا العلبة على شكل مكعب ليجو، فشكلها كمان كرييتيف قوي. هنجيب بقى المقص ونقصه كده. اوكي، فتحناه بقى وجاي بقى مطلعين المحتويات اهي. ايه ده؟ بصوا هنا بقى، ده اللون الايه اللي هو اللون في اللون البينك، وهنا اللون الابيض بالبني، هنا ده الوان الكافيهات، وهنا بقى ده اللون الازرق على اخضر. اوكي، وهنا بقى ده كتاب الايه اللي فيه المعلومات والانستراكشنز ازاي نقدر ان احنا نركبها. الله، هنا بصوا بقى الراجل هنا واقف مش عارف يعمل ايه. فاحنا ممكن اول حاجة نبتدي بيها ان احنا نقسم، بعد ما نفتح الكيس نقسم كل لون لوحده على شكله، عشان نقدر ان احنا نبني مع بعض بطريقة سهلة قوي. الله، بصوا هنا بقى ايه العربيات، وهنا في الشكل ده. الله، شفت شكله جامد ازاي؟ العربية الفظيعة دي قدرنا نعملها من الليجو. وممكن نعمل كمان شكل القلم من الليجو، ممكن نعمل شكل الحصان اهو بياكل كمان، او معزة ده، او خروف، مش عارفة الصراحة ايه الكائن ده. ممكن نعمله بياكل الحشيش كمان، ممكن نعمل شكل بيت، وممكن نعمل شكل محل اهو. حتى كاتب لنا بقى ايه في المانيوال اللي موجود ده طريقة تركيب المكونات دي كلهم مع بعض. بصوا، في خضروات بره، وهنا بقى دي الطيارة. اوكي، في صفحة 37. اوكي كده بقى نكون ايه قدرنا ان احنا نتفرج على كل الحاجات اللي ممكن نقدر نعملها ايزي بيلدينج، ممكن نقدر ان احنا نعملها بطريقة سهولة. في ميديم بيلدينج، وفي ادفانس بيلدينج، يعني في كذا ليفل كمان، كذا مستوى. ممكن نبتدي مستوى الاول ومستوى المتوسط ومستوى الايه الصعب شوية. وفي كمان طيارة هليكوبتر اهي. هو بقى بيقول لي هنا اني ليفل ده صعب ولا سهل ولا صعب شوية. بصوا بقى، ده الكتاب بيقول لي بقى بالايه نقدر ان احنا نركب دول ازاي مع بعض، كل الادوات بتاعتهم اهي. وفي كمان ليجو بقى كرييتر العاب تانية كتير. بصوا، في شكل البينجوين، وشكل الموتوسيكل ده، شكل الديناصور اللي بيضحك قوي ده، وهنا شكل البيت. اوكي، هنفتح بقى اول كيس كده معايا. اهو فتحناه بقى كده، الكيس بقى اللي هو لونه اخضر. اهو بصوا، نفصل بقى فصلنا كده اللون الاخضر لوحده والازرق لوحده والموف لوحده. هفتح بقى كيس التاني ونفصل كل الالوان برضو كلهم لوحدهم، عشان لو عايزين احنا نبتدي ان احنا نبني حاجة يكون الموضوع سهل بالنسبة لنا. اهو بصوا، برضو في الوان تانية كتير، في لون الاورنج. اهو بصوا، الجزء ده نقدر ان احنا نفك بيه ونركب بيه.
اكيد سهل جدا اهو، بنقدر ان احنا نركب ونفك بيه. واو اهو حطينا بقى ايه، بنحط الالوان كلها لوحدها دلوقتي. فصلنا بقى الالوان كلها على بعض، فاضل لنا بقى كده اخر لون. اوكي فنفتح بقى اللون الايه اللي هو الكافيه، واللي هو كمان لون الاوف وايت، هم نفصلهم بقى كمان عن بعض. اهو الله، هو نقدر بقى ان احنا نفتحه. ده ركبنا بقى كده اول باب، اهو حطينا بقى الاوف وايت لوحده واللون الابيض لوحده. اوكي وحطينا بقى البين كمان لوحده عشان نبني بقى الروف. بص المكونات كتيرة جدا ازاي شكلها كلها حلو قوي. لا الصراحة شكلها يجنن. وابتدي بقى دلوقتي ان انا اركب الايه البيت بتاعي، هيعجبكم قوي.
واو، بص بقى شكل البيت يجنن. خلصت خالص، شفت كل المحتويات بتاعته؟ لا فعلا طلع شكله فظيع، وحطيت بقى الورد والوان كمان مبهجة جدا بألوان مختلفة، وكان في قطع كتير جدا. بص هنا بقى كمان في مروحة، بص بقى الالوان بتاعته حلوة ازاي. حطينا بقى البلاطات بألوان الرينبو، فشكله مبهج قوي. في بقى فوق سور، وفي الاشجار، وفي بقى هنا كذا لون. الله شفتوا؟ لا شكله فعلا يجنن. وحطينا كمان السطح بتاعه، وتحت بقى هنا في اللون الأحمر. اوكي، لا انا الصراحة عجبني قوي. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيه، وقولوا لي بقى في الكومنتات يا ترى عايزين انا بص هنا في كمان السلالم دي ممكن انا استخدمها اطلع وانزل عليها. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في البيت الفظيع ده. قولوا لي برضو بعد ما وريتكم كل الصور، بصوا ممكن ده مدخل يدخلوا بقى كده من هنا او يخرجوا، ممكن يجيب شخصيات بقى بلاي موبيل ونقدر ان احنا نلعب بيه. قولوا لي بقى في الكومنتات لو عايزين انا ايه اللي انا اجيبه لكم بعد كده، اعملوا بقى مع بعض، نعمله مع بعض بالليجو. هستنى اصحابي الكومنتات بتاعتكم، اتمنى يكون الفيديو فظيع تعجبكم. بليز قولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيه. سابونا قطع عيب الأطفال عشان نجيب لكم لعب تانية كتير هتعجبكم جدا، ونتفرجوا على البيت الفظيع ده معايا بالليجو. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الأطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.